السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة صح اللي قرأته في العنوان، حمزة نمرة فتنة مش فنان. حمزة نمرة مش داعية إسلامي، حمزة نمرة مش بيؤمر بالمعروف ولا بينهى عن المنكر، حمزة نمرة بيعمل شيء حرام لكن حرام بلباس الدين، يعني شاكوش وبيكا ومجعرطية المهرجانات أقل خطورة منه على الإسلام، لأن الأشكال دي واضحة قدامي وبالتالي أنا أواجه ضرر واضح ليس له إلا الوجه الذي أراه. أما بقى حمزة نمرة فبيلبس الأغاني بتاعته لباس الدين، والدين منه ومن أغانيه براء. طيب أنا أسف الأول أسمعكم حتة من أغانيه كده لكن لها هدف وضرورة، وبعد كده نرجع تاني. اسمع دي القصة واللي كان، اتنين حبوا زمان، تفتكروا الحب كمل ولا مع الوقت هان؟ هو كان قلبه خام وقليل في الكلام، لسه صغير لكنه مليان وحدة وآلام. تعالوا الأول نتفق إن حمزة نمرة كشخص لا يشبه شخصيات رقصين المهرجانات، لكن حمزة نمرة فتنة من نوع شيك، يعني راجل مؤدب بيختار ألفاظه وملابسه عادية جدا، ما فيهاش بهرجة عبد الباسط حمودة ولا شعبان عبد الرحيم ولا العيال بتوع المهرجانات. كلمات الأغاني بتاعته بتخاطب الوجدان وبتأثر في المستمع، يعني الراجل شكلا وموضوعا مقبول لدى فئة كبيرة من الناس. المعضلة بقى إنه مقبول من الفئة المحترمة والمتدينة، وهنا بتكون خطورته. طيب ليه؟ تعالوا نتفق برضو على حاجة قبل ما أقول لكم ليه، ومعلش استحملوني وركزوا معايا لأن بطرح أسئلة كتير قبل الإجابة عليها، لازم نضع نقاط معينة على الحروف. الحاجة اللي لازم نتفق عليها وهي حاجة علمية معروفة، الحاجة دي هي إن الكلام بين البشر بيخاطب المشاعر، يعني الأغنية بتخاطب المشاعر، كلمات الشعر بتخاطب المشاعر، الكلمات العادية بين الناس لما بيكون كلام مرتب ومنظم بيخاطب المشاعر، كلمات داعية أو شيخ، دعوة أم لأولادها، كلمة أب لأولاده، كلمة زوج لزوجته أو زوجة لزوجها، أو حبيب لحبيبه، كلمة الصاحب لصاحبه، أي كلام بيخاطب المشاعر، وطبعا بيكون بالسلب أو بالإيجاب، يعني لو كلمة سب أو تجريح بتأثر في المشاعر ولكن بالسلب، ولو كلمة حب ومواد ده بتأثر في المشاعر ولكن بالإيجاب. وتعالوا برضو نتفق إن المشاعر دايما فارغة ومحتاجة شيء يملاها. تعالوا بقى نحط اللي قلناه ده في كفة، ونضع القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كفة تانية. وطبعا الأمر ليس للمقارنة، لأن كلام الله جل وعز وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يصح أبدا إن احنا نحطهم في مقارنة أو في موازنة مع أي كلام تاني، لأن كلام الله القرآن ليس لمخلوق أن يقول مثله، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام نبي مرسل معصوم لا يتحدث إلا بالوحي، فلا يمكن أن يتساوى بكلام المخلوقين مهما بلغ كلام الخلق ده من جمال. فكلام الله القرآن وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اللي هي السنة النبوية لا يطالها جمال آخر. بعد المقدمة المهمة دي بقى نرجع لكلامنا عن أغاني حمزة نمرة. وزي ما قلنا إن مشاعر الإنسان أو بالأحرى والأدق الفراغ الموجود في مشاعر الإنسان وخصوصا المسلم، إن كانت هذه المشاعر فيها أغاني، لو سمناها يعني تجاوزا كده أغاني دينية، فمن المستحيل أن يجتمع كلام الله القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الشريف والغناء في قلب مؤمن قط. ليه؟ لأن كلام الله ينبت الإيمان في القلب ويقوي الإيمان في القلب، والغناء ينبت النفاق في القلب، كما قال صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وقلب المؤمن لا يجتمع فيه إيمان ونفاق في آن واحد. طيب هل في كلام من كلام العلماء الثقات بيثبت أو بيدلل على الكلام ده؟ اسمع، يقول الإمام القيم ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه روضة المحبين: والله سبحانه وتعالى يغار على قلب عبده أن يكون معطلا من حبه وخوفه ورجائه وأن يكون فيه غيره، فالله سبحانه وتعالى خلقه لنفسه واختاره من بين خلقه، كما في الأثر الإلهي ابن آدم: خلقتك لنفسي
وخلقت كل شيء لك فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. وفي أثر آخر يقول خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا خير لك من كل شيء. الأول الروايتين دول لم أعثر لهم على سند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر الروايتين دول برضو الإمام المناوي في فيض القدير، وذكرهم برضو ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين، ولعلهما مما روي عن أهل الكتاب. وما روي عن أهل الكتاب أو الإسرائيليات عموما حكمنا فيها لا تصدق ولا تكذب، بل نمرها مرور الكرام. المهم نرجع لكلام ابن القيم عليه رحمة الله، يقول ويغار على لسانه أن يتعطل من ذكره ويشتغل بذكر غيره، ويغار على جوارحه أن تتعطل من طاعته وتشتغل بمعصيته، فيقبح بالعبد أن يغار مولاه الحق على قلبه ولسانه وجوارحه وهو لا يغار عليها. وإذا أراد الله بعبده خيرا سلط على قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحب غيره أنواع العذاب حتى يرجع قلبه إليه، وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته ابتلاها بأنواع البلاء، وهذا من غيرته سبحانه وتعالى على عبده. انتهى كلامه رحمه الله. معنى كلام الإمام ابن القيم باختصار أو خلاصته أن الله جل وعز يتودد إلى عبده ويقول له يا عبدي أنا ربك وأنت عبد لي، ويا عبدي أنا أحبك، ولكن حبي لك يقتضي أن يكون قلبك ليس فيه حب أحد سواي. إيه الكلام ده عم الشيخ؟ يعني معنى كده ممنوع أن أنا أحب أبويا وأمي وأولادي وزوجتي، أو أحب المال أو الطبيعة والجمال وما إلى ذلك؟ هقول لك باختصار يا نجم، هذا الحب الذي خلقه الله في قلبك لهذه الأشياء هو حب فطري مخلوق معاك زي قلبك كده وعينيك وجوارحك. وطبعا أغاني حمزة نمرة وأم كلثوم وفيروز وعبد الحليم وغيرهم لم يخلقوا معك، يعني أنت وأنا ممكن يكون سبب دخولنا الجنة حب الوالدين وحب الأولاد وحب الجمال والطبيعة وما خلق الله، لكن لهذا الحب شروط، منها أن يأخذك هذا الحب إلى طريق الله لا أن يكون بديلا عن طريق الله. يعني مشاعر حب والديك تكون طريق ليك إلى الجنة إن أحسنت برهما، ومشاعر حب زوجتك وأولادك يكون طريق إلى الجنة إن أحسنت إليهم كما أمرك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى تاني ناخد كلمتين من كلام حمزة نمرة اللي سمعناهم في أول الحلقة. بيقول يا سيدي اسمع دي القصة، واللي كان اتنين حبوا زمان، تفتكروا الحب كمل ولا مع الوقت هان؟ هو كان قلبه خام وقليل في الكلام، لسه صغير لكنه مليان حب وألام، هي زينة البنات بضفيرة وفيونكات، ولا تعرف يعني ايه حب ولهفة وغرام، وقابلها في مرة صدفة اتبرجل لما شافها، ابتسمت بان كسوفها احساس خطفه وخطفها. ايه يا عم الكلام ده؟ دي مش علاقة حرام برضو حموزة ولا ده غرام اسلامي؟ الواد والبنت بعد ما حبوا بعض والعلاقة فشلت وما وصلتش للجواز، فبعد فترة بقى الاخ حمزة نمرة تذكر هو وكاتب الاغنية ومعاه جمهور المستمعين كل الالام اللي مرت بيهم، والاغنية دي على فكرة كمثال من مئات الاغاني او من عشرات الاغاني اللي قدمها على نفس الوتيرة برضو. الاغنية بتقلب المواجع والالم والحصر على المستمع، يعني قلب انشغل بالاغنية بدلا من القرآن، وكمان اغنية كلها الم ونكد وهم وغم وذكريات مؤلمة. طب ايه الفايدة من جرعة الالم والذكريات اللي جلبتها عليا الاغنية دي؟ وايه الداعي ان اذكر نفسي بما يؤذيها؟ حمزة نمرة في كل اغانيه بيضعك امام مشكلة او الم بيخرجه من باطن الماضي والذكريات ويعيده الى الحاضر. طيب ليه وما الهدف؟ ما هو لازم برضو يكون ليك هدف في كل شيء انت بتعمله، ما تبقاش في البرنجان كده، سواء كان هدف دنيوي او اخروي، لانه حرام العمر او
الوقت يضيع بلا هدف او معنى. والمصيبة الاعظم ان مشاعرك تعلقت بكلمات ولحن الاغنية وتعلقت ايضا بشخص المغني. يعني مستحيل يكون حمزة نمرة في عقل البنت اللي بتسمعه مجرد مؤدي اغاني وبس. واكيد الامر راح لحتة تانية خالص والتخيلات زادت وساحت على الانايا، وده في حد ذاته خيال مؤلم وخيال محرم ان صح التعبير. حرام المشاعر تتوجه للمنطقة الغير شريفة دي. وطبعا مش كل من سمعه من البنات، لكن الضعف البشري موجود ولازم نعمل حسابه. واحد هيخرج دلوقتي ويقول له طيب يا شيخ في اغاني له بدون موسيقى ممكن نسمعها عادي، هقول لك برضه تبقى هي المشكلة قائمة، فليست الموسيقى وحدها هي المشكلة. المشكلة الاكبر ان قلبك اصبح فيه شيء وحب اخر غير حب الله وغير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هقول تاني يا نجم، الله يغار على عباده، وغاية الله من عباده أن يكون كل عباده له وحده. سيدنا إبراهيم لما قلبه تعلق بحب ابنه اللي رزق بيه على الكبر، ربنا أمره أنه يدبح ابنه. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم ده خليل الرحمن، ولا ينبغي لخليل الرحمن أن يكون في قلبه شيء غير الله سبحانه وتعالى. كذلك برضو أنا وإنت، ربنا سبحانه وتعالى يغار أن يطلع على قلوبنا التي هي موضع نظر الملك سبحانه وتعالى، ويجد في قلوبنا شيء سواه. فهو سبحانه وتعالى خالقنا، وما خلقنا إلا لعبادته. قال الله جل الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحب أقول لنفسي ولحضرتك إن الأغاني وخصوصا إن كانت مؤثرة في الوجدان ومقلبة للذكريات، فهي تضع بينك وبين الله حاجز. وما تهمش نفسك وتقول أنا بسمع بضع دقائق وينتهي الأمر. هقولك لا، ما انتهاش، لأنه يوجد شيء اسمه الوجدان ومرتبط به شيء اسمه الذاكرة المؤقتة والمؤجلة. يعني الكلام يؤثر فيك وإن كان في الذاكرة الخلفية المركونة إنجاز التعبير. يعني الأغنية عبارة عن مخدر موجود بعقلك وقلبك وأنت لا تشعر به، لكنه موجود. وقد سئل الإمام مالك عن الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. فالغناء حرام، لسيما المصحوب بموسيقى. قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يعني لو قلت إن أغاني حمزة نمرة مش حرام، فأنت تستحل الحرام. ومستحل الحرام بجهل فاسق، ومستحل الحرام بعلم كافر خارج من الملة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن ده حرام، والنبي قال إن ده حرام، والقرآن بيقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني اللي يرد كلام ربنا وكلام النبي يبقى بيعمل اللي عمله إبليس قبل كده حين أمره الله فلم يستجب للأمر وعصى وفسق عن أمر ربه، وقال بلسان التعالي والكبر: أأسجد لمن خلقت طينا. يعني لو حضرتك مبتلى بسماع أغاني حمزة نمرة على الأقل وبكررها، فأنت تعتقد وتستيقن في قرارة نفسك أن ما تفعله ده حرام وذنب، ولا تستحل ما تفعل، وإلا فأنت على خطر. واحد يسأل سؤال بقى: يعني حضرتك عم الشيخ بتكرر كفر اللي بيسمع أغاني حمزة نمرة؟ القصة مش في حمزة نمرة بالذات، أنا بتكلم عن حمزة نمرة كمثال، والأغنية اللي ذكرناها كمثال، لأن جمهور حمزة نمرة أغلبهم من الملتزمين والمتدينين إن صح التعبير. وإحنا ولا بنكفر اللي بيسمع أغاني حمزة نمرة ولا غيره، ولا يصح أصلا التكفير على المطلق العام كده. التكفير ده بيكون تكفير للفعل. يعني عندنا قاعدة شرعية بتقول: من استحل ما حرم الله فهو كافر، ومن حرم ما أحل الله فهو كذلك. وهنا فرق ما بين تكفير الفعل وتكفير المعين أو الشخص، لأن تكفير الشخص له ضوابط أخرى. يعني لو جاهل نعلمه ونعرفه ونصبر عليه مرة واثنين وعشرة ومية وألف، لكن لو عنده إصرار إن الحرام ده حلال فقد كفر عياذا بالله. وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل في قلوبنا مكان لغيره سبحانه. اللهم اجعل سعادتنا في القرآن، ولا تجعل في قلوبنا حبا مكان حبك، ولا حبا مكان حب نبيك صلى الله عليه وسلم ولا سنته الشريفة. اللهم أغني قلوبنا عمن سواك، وأخرج منها كل ما يشغلها أن تتعلق بك يا ذا الجلال والإكرام. وسبحانك اللهم بحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.